نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ومعانا على التليفون الدكتور احمد ابو عبلة، دكتور النادي الاهلي. مساء الخير يا دكتور. يا اهلا كابتن ايمن، مساء النور. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ اهلا بحضرتك واهلا بضيوفك الكرام. الف مبروك ماتش النهارده، وعايزين نطمن حضرتك على حاله وليد سليمان. والله يا كابتن ايمن الحمد لله، يعني هو كان الاصابه كانت اصابه شديده شويه. هو ايه اللي حصل بالظبط في الاصابه في المباراه؟ غالبا مع الالتحام اللي كان حصل ده، كان اصابه كده حصلت في اسفل الفك، وبعدها كان حصل زي ارتطام بالراس في الارض. بس الحمد لله، يعني الحمد لله الامور حاليا متطوره تماما. يعني هو تم عمل اشعه ولا لسه؟ ما كانش حصل فقد في الوعي ولا حاجه. طب الحمد لله. انما كان في بعض الدوخه، كان في بعض، طبعا احنا بيبقى في اشتباه طبعا ان يبقى في المعايير طبعا عنيفه في الراس، فلازم نطمن. ولكن واعي وبيتكلم بطريقه طبيعيه. لا لا، واعي تماما وبيتكلم بصوره طبيعيه تماما، والحمد لله فاكر كل حاجه، واموره كلها مستقره واموره كلها ممتازه الحمد لله. ولكن الاشعه بس اللي اطمئنان. احنا عملنا اشعه مقطعيه وصلنا المستشفى طبعا، وعملنا اشعات مقطعيه على المخ واشعات مقطعيه على الفقرات العنقيه، والحمد لله طلعت ظهرت نتيجه الاشعه. الحمد لله نتيجتها طلعت ممتازه، واحنا دلوقتي بنتفاوض ما بين ان احنا ننتظر في المستشفى تحت الملاحظه كده كام ساعه، او ان احنا نقف على طول يعني ان شاء الله. ولكن بمجرد الاطمئنان عليه في المستشفى، يعني ممكن مثلا على بكره الصبح يمشي باذن الله. لسه احنا بنتكلم مع الاستشاريين هنا، ويعني احتمال يبقى القرار فعلا ان احنا نبيت الليلات في المستشفى، بس الاطمئنان ان شاء الله. والمتوقع ايه ان شاء الله باذن الله؟ انه يمشي على بكره مثلا لو الامور كويسه؟ هو لو الامور كويسه احنا ممكن نخرج النهارده، بس احنا بنفضل ان احنا لبكره يعني في المستشفى تحت الملاحظه. تحت الملاحظه، انما المتوقع ان شاء الله ان مفيش حاجه باذن الله كمان. لا لا مفيش، احنا عملنا الاشعاعات المقطعيه، وعملنا الاستشارات للاستشاريين بتوع المخ والاعصاب، وطمنونا تماما يعني الحمد لله مفيش حاجه. لا انا عارف طبعا، بس هو حته تحت الملاحظه دي بيخافوا بس لا يحصل نزيف او حاجه زي كده، متهيالي في المستشفى ولا حاجه. يعني بتبقى حاجات مش متوقعه أصلاً. مش متوقعه، بس علشان لو في صداع زياده حصل، لو في الام، لو في تغير في العلامات الحيويه حصلت، بتبقى بس يعني اجراء روتيني مش اكتر يعني. ولكن بمجرد الاطمئنان على وليد، من يعني ان شاء الله يخش مع الفريق في التدريبات قريب باذن الله. ان شاء الله نطمن عليه بكره كده، وان شاء الله نقول ميعاد الدخول مع الفريق ان شاء الله باذن الله رب العالمين. متشكرين جدا يا دكتور، والف الف مبروك. شكرا يا كابتن ايمن. شكرا يا دكتور، الف الف شكرا.